طيب بالنسبه للابواب بقى اللي فتحها العقار ده بشان كل العقارات المخالفه اللي موجوده بجانبي، هي كم برج ممكن يكون للاسف شبه العقار ده وممكن لا قدر الله يعني يكون خطر كمان على الناس اللي موجوده فيه، فممكن يعني ننقذ ما يمكن انقاذه بناء على اللي بنسمعه من حضرتك النهارده، ايه الموقف بشان الابراج المجاوره لعقار كرداسه؟ تمام، خلال التحقيقات تم الكشف بالفعل عن طريق تقارير اللجان اللي عملت المعاينات على الطبيعه ان هناك حوالي 11 عقار مجاور للعقار محل التحقيق به مخالفات قد تتشابه مع المخالفات الخاصه بالعقار محل التحقيق، ولكن طبعا لان ما حصلش فيها حادث فما كانتش ظهرت على الساحه. النيابه هنا قررت حرصا على تحقيق العداله الناجزه ان تنتهي التحقيقات في العقار اللي احنا بنتكلم عنه النهارده واحاله المتهمين عنه للمحاكمه مع فتح تحقيق بالفعل تم فتحه بالفعل بقضيه برقم قضيه بمكتب فني رئيس الهيئه تحت اشراف المستشار عصام المنشاوي رئيس الهيئه خاص بال 11 عقار دول، وكلفت اللجان انها تحصر كل المخالفات الخاصه بيهم، وكانت اول لجنه حتى لجنه الخاصه بالكهرباء، وتبين ان ال 11 عقار كلهم بيقوموا بسرقه التيار الكهربائي بطريق التوصيلات العشوائيه، تم طبعا اتخاذ الاجراءات القانونيه قبل ال 11 عقار، وكمان طبعا هيتم محاسبه المتسبب عن ده، بالاضافه طبعا لمخالفات البناء دي هيكشف عنها التحقيق بالقضيه الجديده التي تم فتحها فور الانتهاء من هذه القضيه. طب عذرا سيادة المستشار، يعني الشقق اللي ساكنه اعتقد ما هياش سرقه تيار، ولكن بيبقى في عداد ممارسه او ما شابه، يعني بيدخل حتى يعني عمارات او بيوت عشوائيه الحقيقه ما فيش ترخيص او مخالف، ولكن كان بيدخل لها عدادات بشكل او باخر يعني. فهل هنا هل المواطن هنا شريك او المالك اللي اشترى الشقه شريك، ولا صاحب العقار، ولا الموظف بتاع الكهرباء او الحي هو المسؤول؟ طيب هو احنا هنا بنتكلم عن توصيلات عشوائيه مش حتى عن طريق عدادات ممارسه او مقايسه، توصيلات مباشره من الكهرباء مش بطريق العدادات اللي حضرتك بتتكلم عنها، ده اولا. ثانيا هو المواطن احنا حتى بنناشد دايما المواطنين عند شراء العقارات او التعامل معها او الاستئجار لازم يتاكد من سلامه البنيه الانشائيه او سلامه ملف العقار، عدم وجود مخالفات، مش بس علشان الوضع القانوني، علشان سلامته هو وسلامه اسرته، ده حد هيسكن هنا، يعني العقار ده لو كانت الكارثه دي لا قدر الله حصلت والسكان موجودين فيه كنا زماننا بنتكلم في كنا زماننا بنتكلم في ضحايا. مظبوط. فالحياه البشريه اثمن من اي حاجه، وهي اللي بتقدم على ما قبلها في الحقوق، فبالتالي هو كمان المواطن عليه دور ان يتحرك دقه. حضرتك انا عايز اقول لك ان الشقق هناك بمبالغ كبيره، يعني صحيح. دي مش شقق لمحدودي الدخل، هم خسروا فلوسهم دي برضه يا فندم، وكمان الناس اللي بتشتغل في المكان اللي كان سبب الحريقه خسروا اعمالهم، يعني في نفس الوقت على المواطن للاسف خسارة كبيرة جدا، يعني حتى وإن كان في محاولات للتعويض لكن في النهاية يعني الاستقرار والأمن والتحويشة العمر، يعني وما يخص التعويض ما يخص التعويض طبعا ده هيبقى مسار النزاع امام المحاكم المدنيه المتخصصه، هي اللي بتقرر بقى في العلاقه التعاقديه بينهم وبين المالك. ومدى جواز التعويض من عدمه، وده طبعا من اختصاص المحاكم المدنيه ما تقدرش صادر عليه، ولكن اللي عايزين نقوله ان المبالغ اللي كان بيتم دفعها في مثل هذه الشقق تقدر تجيب لاي حد منهم شقه في مكان بتتوافر فيه اشتراطات السلامه والامان وشقه كويسه جدا، يعني المبالغ ما كانتش زي ما بنقول شقق لمحدودي الدخل مثلا او من هذا القبيل. بالنسبه كمان ان النيابه اثناء التحقيق تكشف ليها حاجه كانت يمكن بتسبب نوع من الخلل، ان فيش تنسيق ما بين هيئه الطرق والكباري وبين الاحياء فيما يتعلق بالمخالفات. يعني ايه؟ يعني هيئه الطرق والكباري بترى مثلا ان في تعدي على حرم الطريق فبتعمل هي محضرها واجراءاتها وتمام، والحي بيعمل في ناحيه ثانيه، فبتكون النتيجه ان ما فيش بيحصل تلاقي، بنشتغل بسياسه تشبه الجزر المنعزله، وده بيسهل على من يتلاعب او يرغب في التلاعب بالقانون ان هو يعمل الحكايه دي. فيعني راينا في طرح توصيه للجهتين نفسهم ان هم يبقى يجري نوع من التنسيق في القرارات الخاصه بالازاله في التعدي على حرم الطريق مع الحي المختص، ويبقى في متابعه مستمره من الطرفين عن طريق مكاتب مشكله او لجان مشكله من الطرفين دورها انها تعمل ده، بحيث يبقى الاجراء موحد في الطرفين في جميع الاحوال. طبعا سياده المستشار دي جزئيه مهمه جدا نشكر حضراتكم عليها، لان مش بس انتوا بتعالجوا ازمه ولكن بتتلافوا اخطاء، فده شيء عظيم جدا. لو مدينا الخط على استقامته، هل العقوبه او ما هي طبيعه العقوبات اللي بتنتظر هؤلاء الأربعة، خاصة واحد فيهم واحد من هؤلاء الموظفين هو على المعاش حاليا، وأعتقد ده هيكون درس قوي جدا لأي حد بيغض الطرف أو بيتساهل في الرقابة على المخالفات اللي حاصلة.
تمام، زي ما حضرتك تفضلت وذكرت، المتهم الاول هو بالفعل انتهت خدمته من 2018، ولكن القانون بيعطي مكنه للنيابه الاداريه لتتبع الموظف بعد انتهاء خدمته فتره زمنيه معينه متى توفرت اشتراطات قانونيه كانت متوفره في هذه القضيه. طيب ايه العقوبات؟ الموظفين دول بيحالوا للمحاكمه، احنا عارفين طبعا النيابه الاداريه بعقوباتها بتدور فيما يتعلق بالعلاقه بين الموظف والوظيفه العامه. مظبوط. المحكمه طبعا عندها سلسله من العقوبات بتبتدي من اول الفصل او العزل، وبتبتدي بتوقيع الغرامات سواء على اللي انتهت خدمته او على اللي موجود، وبتبتدي ب الخصم من المرتب، الوقف عن العمل، تخفيض الدرجة الوظيفية الأدنى، وزي ما قلنا بتصل إلى الفصل. ده لا يمنع من العقوبات الجنائية التي قد طبعا يتعرض إليها هؤلاء أمام النيابة العامة إذا كان ما ارتكبوه يشكل جريمة جنائية. طبعا شكرا جزيلا المستشار محمد سمير المتحدث باسم النيابة الإدارية، شكرا على هذا القرار الفريد من نوعه، معاقبة مسؤولين حتى بعد خروجهم من الخدمة، لأنه في النهاية في أوراق مررت كانت ممكن يعني تغنينا عن المشهد اللي احنا شفناه بالنسبة لعقار كرداسة.